السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنت أحمد بن حنبل الشيباني؟ أجل أنا هو. هذه لا. ما هذا؟ إنها من أعطيات أمير المؤمنين الأمين حفظه الله ورعاه لعلماء الحديث الشريف يا أبا عبد الله. وما شأني بها أنا؟ خذها، إنها من حقك. ألست من خيرة علماء حديث رسول الله في بغداد؟ لست عالما في الأصل حتى أكون من خيرته. يبدو أنكم أخطأتم البيت ولا شك. لكن يا أبا عبد الله، جزى الله أمير المؤمنين خيرا وجزاكم مثله. أخطأ من دلكم عليه، واعذروني، لا أستطيع قبول هذا المال. كما تشاء أيها الرجل. أثم عاقل يفعل ما فعلت؟ أنت ترفض النعمة. ما الشبهة يا عم؟ أموال الدولة لا تخلو من الشبهات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه. لكن لماذا؟ إن علماء بغداد قاطبة فيما أعلم، قد قبلوا أعطيات أمير المؤمنين، وتأتي أنت وترفضها؟ كل نفس بما كسبت رهينة، ولا شأن لي بما يفعله الآخرون. ثم إن جماعة من الصحابة قد تنزهوا عن مال السلطان، منهم حذيفة وأبو عبيدة ومعاذ وأبو هريرة وابن عمر، فهل أدع قول الصحابة من أجل رأي هنا أو هناك؟ فهل ترى أن مال السلطان حرام؟ لا تحريم إلا بنص، لكن أحب إلي أن أتنزه عنه، فاليد العليا خير من اليد السفلى. ثم إنني لست بحاجة إلى هذا المال. بل أنت في أشد الحاجة إليه، وهل هنالك أحوج إلى المال من طالب العلم؟ وأنت بذلت نفسك وعمرك ومالك في طلبه، مرة إلى الكوفة، وثانية للبصرة، وثالثة إلى مكة المكرمة، ورابعة وخامسة، وأنت على ذلك لا تحصد من علمك إلا المشقة والتعب. أفلا تقبل ما يعينك على طلب العلم؟ ثم أليس ذلك أفضل من العمل عند أصحاب الحقول تارة وعند أصحاب الحوانيت تارة أخرى؟ بل عملي في ذلك أفضل بكثير من أن أقبل هبات الآخرين. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم أحبلا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله به وجهه، خير من أن يسأل الناس أعطي أم منع. ألا تقولين شيئا يا أم أحمد؟ أحمد يفعل ذلك بعد علم يا أبا حنبل. ما أراك إلا راضية بما يجدر بك أن تلوميه عليه. من كان مثلي ومثلك لا يلوم من كان مثل أحمد يا إسحاق. كما تشاؤون، أنا لا أدري لما أكابد كل المشقة والتعب في إقناع من بقي عمره صلب الرأس، ولا سبيل لإقناعه. لا حول ولا قوة إلا بالله. غريب ولع الناس بالدنيا وزينتها هكذا. لدينا قوت يومنا، ولسنا بحاجة إلى أحد إلا لله عز وجل. لا يثيرن حفيظتك كلام عمك يا بني، فما أراد لك إلا الخير. ليس شكي في نيته وقصده يا أمه، إنما شكي في صوابها.